يعني العالم كله من خلال الساعات الكام ساعة اللي فاتوا اتفاجئ ب مش اتفاجئ يعني كان من المتوقع يعني الحرب الروسية الأوكرانية. بقالنا كام يوم بنقول طبول الحرب تدق، هي دقت وخلاص، واللي حصل حصل يعني، وروسيا ابتدت تضرب في أوكرانيا. تأثير ده ايه؟ اكيد تأثير ده هيبقى سياسيا واقتصاديا على العالم كله. يا عم احنا مالنا احنا يا عم روسيا ومال أوكرانيا؟ ايوه انا بقول لك، واحنا خلال الكام يوم اللي فاتوا لو تفتكروا بنراجع مع حضراتكم بنقول الكلام ده، بقالنا كام يوم فاتوا، مش احنا بس اللي بنقول، العالم كله بيقول اذا حصلت حرب ما بين روسيا واوكرانيا ده هيأثر على العالم كله. الحرب هي دي صور من الحرب الروسية على اوكرانيا، كان بتوقيت مصر اعتقد يمكن الساعة 3 الفجر او حاجة كده النهاردة. فإذن الحرب قامت ما بين روسيا واوكرانيا، توابع اقتصادية مستمرة خلال الساعات، خلال الدقائق بس اللي فاتت عرفنا ان برميل النفط تخطى $100، تخطى $100. طبعا الناس اللي كانوا زعلانين ان الحكومة زودت البنزين ربع جنيه الشهر اللي فات او من ايام يعني، فبنقول له ان برميل النفط تخطى $100. ده معنى ايه؟ معناه حاجات كتيرة جدا اقتصادية وسياسية هنتكلم عليها النهاردة أكتر في فقرتنا الإخبارية. لكن اللي عايز أقوله بس في يعني في بداية الحلقة، لازم إن إحنا يعني كلنا كل واحد يعيد حساباته، يعيد حساباته اقتصاديا، يعيد حساباته ويعيد قراراته ويعيد هو عايز يعمل إيه وإيه وإيه، لأن تأثير هذه الحرب هتعم على الجميع. مفيش حد في العالم مش هيتأثر بهذه الحرب، وزي ما احنا العالم كله أصبح قرية صغيرة التعبير اللي بيتقال بقاله 25 سنة، فده هيأثر بشكل أو بآخر، لكن كل ما نتمناه أن يحل السلام في العالم أجمع. عندك حق إسحاق، والحقيقة أن احنا كنا بنقول يمكن ما يكونش الحرب ده هو الحل النهائي، يمكن المفاوضات تجيب نتيجة، لأنه المفاوضات كان بقالها فترة. لكن اللي حصل أنه النهاردة الساعة 3 زي ما إسحاق قال الضرب حصل، فإحنا يمكن في جيل كبير مش معاصرش حروب، يعني في الأجيال اللي طالعة دلوقتي معظمها معاصرش حروب، معاصرش نتائج الحروب علينا. بغض النظر بقى يعني الحرب بعيدة عننا فعلا ومش جنبنا ومش عندنا، ونشكر ربنا أنها يعني أن مصر عايشة في سلام، لكن ما فيش حاجة ما بتأثرش. يعني أول حاجة اتكلمنا يعني بداية القصيدة زي ما بيقولوا البنزين، هنشوف الدنيا تبقى ماشية ازاي بعد كده، توابع ده هيبقى علينا عامل ازاي. نتمنى أن الدنيا ما تطولش، ونتمنى أن احنا نطلع بأقل الخسائر، بنتمنى سلام للعالم كله، بنتمنى لأنه فعلا حتى لو الحرب دي مش عندنا، لكن بتبقى يعني خسائرها نفسيا كمان مش بس ماديا، فبنتمنى السلام للعالم كله. احنا في القداس بنصلي من أجل سلام العالم، مش لأنه احنا خايفين من الأثار اللي هتجينا، لا، لأنه سلام العالم دي حاجة تهم الكل. احنا في الحرب في ناس بتفقد أسرها، في ولاد بيفقدوا أهليهم، بيوت الولاد أسر كاملة بتتشرد، اقتصاد بيقع. ما تنسوش كمان ان الحرب المرة دي جاية في كورونا، احنا لسه بنتعافى، لسه بنحاول نقف على رجلينا تاني، ما لحقناش نفوق بمعنى ادق يعني. فنتمنى ان هي مش عارفة، هي احنا ما حدش فينا عارف يتوقعها، مش عارف النتيجة ممكن تكون ايه، المدة ممكن حتى تكون قد ايه إسحاق، لكن بنتمنى ان احنا نطلع باقل الخسائر الممكنة. طبعا اذا دخلت امريكا احد اطراف الازمه وابتدت تدخل ضد روسيا وابتدت اوروبا تقف جنب امريكا، هتبقى الموضوع صعب جدا، هتبقى حرب عالميه ثالثه زي ما بعض الاخبار النهارده هاشتاج ابتدى ينتشر الحرب العالميه الثالثه. ما نتمناش، ونتمنى ان يحل السلام، ونتمنى ان كل الامور تقول الى الخير خلال الساعات القليله القادمه، ويعني تتفك هذه الاشتباكات. ربما الكلام اللي بقوله كلام ملوش علاقة يعني بالمسائل الحربية ولا السياسة أو كذا، لكن ده هذا ما نتمناه، وأعتقد اللي بيتمناه العالم كله، لأن كل واحد فينا يعني أقصى طموحه أنه يعيش في سلام، أقصى طموح أي إنسان في الدنيا أن هو يعيش في سلام. وإذا حصل توتر في أي حتة في العالم بيأثر على سلام العالم كله، بيأثر على استقرار العالم كله. واتكلمنا قبل كده مع حضراتكم حتى غذائيا، يعني أن هذه المنطقة تملك 30% من
القمح اللي بياكله العالم كله، يعني رغيف العيش المنطقة دي خاصة برغيف العيش أوكرانيا وروسيا، فهل ده هيتأثر ولا لا؟ كله هيتأثر، فبنتمنى الخير والسلام للجميع يا رب.